رحم الله والديك ماجوع. تعال هذا يوزع التوابل الإمام الحسين، تفاح على قد الحال، هذا شيء بسيط بس عند ابو عبد الله كبير وعد الله. ماجور يا حبيبي، رحم الله والديك، الله يحفظك ان شاء الله ونجاحك. رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفيديو. صورة جميلة جدا، وبالتالي تدل على أنه الأخاء والتكافل الاجتماعي. اليوم يجب غرس هذه المفاهيم في أطفالنا، والإمام الحسين علمنا أن نغرس هذه المفاهيم. والإمام الحسين عندما خرج هو لإصلاح أمة جده، والإصلاح يكون بهذه الصورة. تعليقات لهذا اليوم تقول هادي يونس بارك الله به: شوفوا العطاء ما يتحدد بالكمية، إنما العطاء يتحدد بالروح، المحبة اللي تعطي أو تعطى للآخر. أما التعليق الآخر لهذا اليوم، عبير علي: الله يتقبل منك وعاشت إيد أهلك، فعلا عاشت إيدكم على هذه التربية اللي خلتك تطلع وتقدم للناس ولو شيء بسيط. فعلا شيء بسيط لكن أثره جدا كبير. اليوم نحتاج مثل هذه المبادرات. احنا مو يقولون مثلا العراقي أبو الغيرة، العراقي هو مثلا عند الكرم، هي من زيارة الإمام الحسين انطلقت هذا.